يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بالإخلاص الذي يكون فيه العبد ممتثلا لعبودية الله ويخلص العبد من الشدائد والكروبات؟ الإخلاص أن لا يكون للإنسان نية لغير الله، لا يعمل العمل وفيه نية لغير الله، إما طلب رياسة أو طلب مال أو طلب وظيفة أو طلب طمع، إنما يعمل العمل الصالح خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، هذا الإخلاص. ما إذا كان فيه نية أو قصد لغير الله هذا ليس مخلصا لله عز وجل. نعم.